كنت قاعدة اتغدى وضربني بالمخدة في لا ايه ده؟ فشتك ايه اللي انت بتتفرجي عليه ده انا كنت فاكرك قطه مغمضه بتتفرجي على مجلات. يا نهار ابيض ده كلام برضو. قولي لي بقى انت بتتفرجي على الحاجات دي من امتى وجبتيها هنا ازاي؟ انت دي انت هتاخدني في دوكه بقى. انت اللي شايل الحاجات دي ليه؟ دي حاجات استغفر الله العظيم. دي لا استغفر الله العظيم ايه؟ دي كتب المدرسه. المدرسة هبلاني ما رحتش مدارس. دي حاجات حرام وعيب وهتدخلك النار. طب وحياتك انت دي كتب مدرسة. طب قوليلي انت سبت المدرسة وانت في سنة كام؟ تالتة اول. دي بقى خمسة تالت. شفتي انت لو كنت كملتي كانوا اديك الكتب دي. طب طالما يعني هي كتب مدرسة خبيتها تحت المرتبة ليه؟ ده انا خبيتها عشان اختي ماري. ماما قالت لي ان انا اخبيها كده عشان هي لسه ما خدتش الكتب دي في المدرسة. شفتي بقى سيبيني بقى اذاكر عشان انا عندي امتحان رهيب في صفحه 10. ماشي وادعيلي. ربنا يوفقك.